لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. جاناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. قبل ما نبدأ المقطع يا شباب، احب اهنيكم بعيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير صحة وسلامة وتحقيق الاماني. طبعا اليوم راح نفتح باكجات، طبعا مجمع 60 صندوق، 60 27 كلاسيكي و22 امداد، وهنا عندنا 12 صندوق مميز، بالاضافه عندنا الجي 400 من عمله الجي. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركه المقطع واصدقائكم، وقناة الثانيه راح اخليها باول تعليق مثبت وموجوده بالوصف، لا تقصرون وياي بالاشتراكات. فندخل على طول بالمقطع يا شباب. اوكي، طبعا راح نبدا بالمقطع ونفتح. يا سلام. اوكي، راح نبدأ بالصندوق المميز، ودائما اقول لكم ويا كل حلقه وكل فيديو مال تفتيح باكجات، انه اذا طلعت لي الانفور الثلجيه راح اطورها ماكس ماكس ماكس. انا اعرف ما راح تطلع لي واقول لكم يجي. اوكي، والله حلوه هذه السياره. نفتح اول صندوق. الله السيلفر، الله عليك السيلفر. يلا يلا يا حماء حماء، تعرفون انتم دائما اني حظي كله سيلفر، الحظ السيلفري. هاي لوزه حلوه كم تطلع. الله عليك يا السيلفر، تعال مصطفى تفتح. انا مبين حظي، خل ندوس عشت والله يطلع لنا قبل شيء. هاي بنطلون. مي بنطلون؟ بنطلون فاتحين عشرة. كشخة مال العيد. مال العيد. ما عندي ولا سكين اوزي تدري؟ انا عندي عدان مناب عندي. حذاء. هذا خانية. الله انا محط ليها شوقة. اوكي. بس هاي اذا ربطت العشرة يعطيك شيء. هذا شيء ستور. اوكي، ستة صارن. عشان كار؟ في كار. الله عليكم الله عليكم، اسرع اسرع. لا اله الا الله. هذا كنت اطلع الكار. اطلع الكار. هاي اللبسة وياها الرقصة. شرفكم شرفكم، مو هذا الشيء الاسطوري؟ شرفكم يعني شو سبب هاي يعني؟ الله ياخذكم الله ياخذكم. نبقى لدسي. يا لزهي. لا بغت لوحدة. اوكي. يا رب يا رب شي بيحط، يا رب يا رب شي بيحط، يا رب. الله 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 الله. والله حلوة 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 والله كفو حلوة. جمع فندحيح. اوكي، يعني بيها مجال الواحد. والله حلوة. يلا حلوة جيد. بس كنت تطلع من الجنطة تنوره. واو، يلا اخر صندوق. واو. عندي؟ لا ما عندي. والله عندي بس هذا جابها بالمؤقته. يا معود عندي. لا ما عندك. هاي وين هذا راس؟ هيا هيا خذه. ها ما عندك. هاي عندي اثنين. ها شوف. اقدر اسوي لها تفكيك بابا. اقدر اسوي لها تفكيك والله. يلا يلا. اوكي تمام، خلصنا صندوق المجد، وهذا صندوق الكلاسيكي. يا الله اوقف، نسوي الامداد بالاخير بالاخير. اي هذا الامداد حلو في بداميات بداميات. طبعا كل اللي بي ما عندي، يعني لا هذه ولا هذه، اي شيء بي ما عندي. اوكي اوكي يا شباب، راح نفتح صندوق الامداد ونبدا بيه. طبعا 22 صندوق. طبعا اكتبوا لي بالتعليقات وتوقعوا شنو راح يطلع لنا. لا تتوقعون انفور ثلجيه زين. اوكي ما تطلع لنا اليوم. فرضا طلعت وانت ما قدمت لك كلمه تطورها. اوكي هنفتح 10 مؤقتة. نفتح 10. يلا نفتح 10 نقول بسم الله. يا الله، واحد اثنين. كله مؤقت والله العظيم، حرام عليكم. يلا نفتح مره ثانيه. كله مؤقت. لا لا لا، بعدنا بالعمله مال الجي تي. حرام، كله مؤقت. ليش؟ وش رايك يطلع لي اذا اسوي هيك؟ ويطلع لنا هذن. شوف كلنا هذن. طلع لي واحده من يمهن دائميه. ايه. بس والله حلو يا معود. ب 300 تفتح صندوق واحد، وانا عندي بس 400. اوكي يا شباب، هسه راح نروح للصندوق الكلاسيكي. يا الهي على صندوق الكلاسيكي، ليش يعني ليش؟ يعني تشندو بضل
شندوب اظل ادور عليه شندوب. معقوله يطلع حظه حلو احصلها؟ والله العظيم ما يصير. اوكي يلا يا شباب، هاي عيونكم، عيون المتابعين وعيون المشاهدين ومو عيون اللي قاعدين يمي. يا الله اخوان مشاهد على اليوتيوب اشوف ها ها مشاهد على اليوتيوب. اوكي نفتح 10؟ لا لا نفتح 10 يقبل مثل المساء. فتحنا 10 كل شيء ماكو. اوكي هاي حلوه، ويل هاي شهادات تطلع لو تموت من تطلع لك. تعال زكريا دوس دوس هذا دوس هذا. هو ما يعرف لا بوب، هو ما يعرف لا بوبجي ولا اي شيء. بلكت يلا دوس هاي هاي اي دوسها مره واحده واخر ايدك. اقعد اقعد راح سوبر وجزي. يا الله ورا علاو وقف علاو 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 كل ما يقول له افتح صندوق عيوني لبالي. يلا باعتبار انا علاو عيوني لبالي عيوني لبالي ويطلع لنا سيلفر. الله علاو تطورت علاو طلع الشفقه لانه دائما جزء فضل. يلا مصطفى تفتح تابك الله مريض هي شوف جزء فضي جزء فضي. يا ويلي يا ويلي حظ ماكو والله حظ ماكو والله. هذا حسن الحساب ماتك بيشي فقر، هذا الحساب فقر والله فقر. خاف صديق كذي يا معود قول يا الله استهدي بالرحمن. سبقنا 20 ها فوف اوف عاد وحده فرحونا فد يوم ببجي فرحوني فد يوم. لا تطلق شي بعد حرام عليكم والله حرام. صندوق شنو؟ على 60 صندوق والله حرام عليكم. سوي جمع سوي جمع هذا الرش اللي نزل اياهم نبج الله حرام بعدين بالافاز اعطيك شي ستوريات. ايه بعدين نسوي اوكي مع جنطه مال الاوراق عرفت فلش جنطه مال الاوراق شنو؟ مال الورق خذني ايه يلا والله عندي والله موتوني بهاي والله العظيم. حتى البوت ذا كم شفته عدي البوت عندي الصوريات صارت والله عنده بدلات احسن مني شاب مني بطاقات الازرق. يلا ابو الغيره كما ما تكروني صديق كذي يعني ماكو كل جزء فضه بعد الجزء الفضه صار 600 وخر ايدك يجوز انت وخر تيشيرت العيد اي تيشيرت راح ابطل لبسه ثاني يوم العيد لبسه ثاني يوم العيد. اوكي قول يا الله عشان هون ها كانت الجزء الثامن. ايه اسم الله اسم الله اسم الله كلها فخامه اسم الله الشمال صديق كذي يضحكون علينا والله. ايه ايه ضايق 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 ما خلاص لازق ايدك بالليل. ايه لازق ايدك يلا خلي ايدك يلا 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 خلي ايدك ها اه يلا دوخر دوخر طلع اي بو يا يابا شنو هذا اسطوره هذا ما حد عنده خصيصا بس لك هذا الجزء الفضي قبل اطلع انا عاد افترت ايه افترت خل نخليه على جزء فضي يا رب جزء فضي اريد جزء فضي اريد هاي ال 100 جزء فضي 100 اريد بس اعطيك اياها يلا 100 اريد طوانا 20 باعوا احنا بس عندنا ذني 20 و 30 يعني هاي القائمة كلها بيها بذني بذني الاربعة هيك دور بيناتهم صديق شديد قندر على راسهم هذا الاخر 10 تحت لا اخر 10 وطوانا البدلي مرة وفاص سوبي يا اخي ما شوف بعد 10 تريد عمو ايه عمو ايه 10 ايه يا عمو يقدم نفتح ايش اسمه بعد واحد نشتريه بس ما تطلع حق من الشغل. نقدر نشتري وقف يا معود ما تقدر نقدر نقدر جد عندنا قسائم جد عندنا قسائم لحظة ثمانية تسعة عشرة بعد قسيمتين انا اعرف منين اشتريهن. نروح على الطاقم نروح على المتجر تسعة عشرة غير اثنين ايه حتى نفتح 10 صناديق دائما انتم تقولوا لي افتح 10 صناديق يطلع لك فد شيء بيحط راح تسوي هذا دمج يلا خلينا نشوف خلينا نشوف هذا الحظ مالتكم على مسؤوليتكم. اوكي
الله يقول محمد 60 صندوق كل شيء ماكو. طلعت لنا بدلة زينة، هاي بدلة مال الأسطورية. بدلة مال الأسطورية، حتى مو أسطورية ترى هاي البدلة. يا الله يا الله يا الله. أول يوم العيد. يلا نقول بسم الله وراح نفتح 10، إن شاء الله يطلع لنا فد شيء بيحظ إن شاء الله. يلا 1 2 3 روح. واحد. هاي جنطة ما عندك منها. لا شو تريد؟ أتخلينا أسب حتى الجنطة. ليش هيك ببجي؟ ليش؟ 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 حلال حرام ما مهناين ولا قطعة من قطع ذن السيلفر. صار لي 3 أشهر أنا أجمع بيه المدري شهرين يطلعوا لي هيك سيلفر. هو بقى أنا أشتري بالذهب يشتري سيلفر، وبالسيلفر أشتري قسام، والقسام مدمجنا يطلع أفتح صناديق يعني يطلع لي صندوق، وأروح بالصندوق أفتح يطلع لي السيلفر. الله طبعا هذه الدائرة بنفس هذه الدائرة مال ببجي. شو تسوي؟ يلا الحمد لله. الحمد لله. أي بعد شو تريد؟ أرضيات. مش أدش لها القطعة؟ كيم. إيش طلع لنا هسه إحنا؟ إيش طلع لنا؟ لديك أكثر من شابو. أوكي أصدقاء، لنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا أصدقائكم، وبس أشوفكم بخير.